فعندنا نوعين من السكيلر درايف. السكيلر درايف هي عكس الفيكتور، راح تشوفوا بعدين في نوع فيكتور درايف هو الفيكتور درايف الحديث، هذا كله بضمن الفي اف. السكيلر درايف في نوعين، في عندي هون الفيريبل فولتج بغيره بتغيير الريكتيفاير، فالريكتيفاير ما بيكون عن كنترول، بيكون كنترول، واذا كانه كنترول ايش لازم يكون فيه السي ارز مش درايفز. هذا النوع طبعا غير مستعمل الان، بس انا عمالي برسمه تاريخيا. هذا اول، هاي الطريقة هون old أو obsolete. وبعدين عندنا هون نفس الشيء، هاي الدي سي بس هون بيكون عندي 6 بلس انفرتر 6 اي جي بي تيز. اوكي هاي هون عند اوتبوت، طبعا هون ما تنسوا دائما عندنا حتى هذا يصير باي دايركشنال سويتش. هاي عندي 6 اي جي بي تيز 6 دايت، هذا صاروا 6 باي دايركشنال سويتشز 1 2 3 4 5 6. وعندي هذول الثلاث اوتبوت راح يطلع 1 2 3 لل سكويرل كيج اندكشن موتور، الموتور، او حتى حديثا صرنا كمان نشغل سينكرونس موتورز عن طريق الفي اف درايف. يعني هذا راح يكون سكويرل كيج اندكشن موتور، واوند روتر اندكشن موتور، وريسنتلي سينكرونس بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور مثلا او سينكرونس موتور. اوكي هذا حديث الان. بس هلا هذا اوبسليت، اوبسليت ليش؟ لانه كانوا زمان يعملوا يكون الفولتج يتغير هون، هاي تكون ستيب ويف انفرتر. ستيب ويف انفرتر يعني نو دبليو ال، ما نعمل هون بي دبليو ال. فيكون الاوتبوت تبع هاي الانفرتر شكل الاوتبوت فولتج، راح يكون شكل الاوتبوت فولتج اظن انه بيطلع معنا زي هيك حسب السويتشنج، او بيطلع اظن زي هيك حسب مثلا السويتشنج اللي بنعمله 180 درجه او 120 درجه بغض النظر. بس هاي بنسميها ستيب ويف انفرتر. الستيب ويف انفرتر ما بتستعمل البي دبليو ام، فالفريكونسي بتتغير هون. شو احنا بنقول فيربل فريكونسي درايف هو فعليا فيربل فولتج فيربل فريكونسي. هذا النظام قديم يعني كان يستعمل يمكن لحد بدايات التسعينات، اول ما بدات الفيربل فريكونسي درايف كانوا يستعملوا هذا النوع، فيربل فولتج هون فيربل فريكونسي هون. فيصير اللينك هاي الدي سي لينك اغير الفولتج من هون، فلما بغير الفولتج من هون ايش بتغير؟ الليفل تبع الستيب ويف من هون. فهذا التغير بالفولتج من هون كان يغير الفي من هون، فالفي فيريبل بتصير هون. وما عندي بي دبليو ام، ما استعمل بي دبليو ام. ايش مشكلته الاساسيه؟ في مشكله اساسيه في هذا. تمام مش بس هيك، ايش كمان بصير هون؟ باور فاكتور، فيري بور باور فاكتور. اذا متذكرين الباور فاكتور هون بيعتمد على كوساين الفا. وكوساين، فكل ما هون اخرت الفا بسوء عندي الباور فاكتور، ممكن ينزل ل 0.4 او 0.3، هذا بتسبب مشكله في العمارة. صار عندي هذا هون لانه هذا فيريبل فولتج عماله باخذ بعمل ريكتيفيكيشن 6 بلس ريكتيفاير كنترول ريكتيفاير، كل ما غيرت الفا عماله بسوي الباور فاكتور. فالديس ادفانتج الرئيسي، مين ديس ادفانتج؟ بور باور فاكتور. باور فاكتور بتناسب مع كوساين الفا من هون، والفا هي الزاويه اللي باخر فيها هون حتى. واظن كمان الريسبونس تبعه رح يكون ابطا، لانه حتى اغير فيه بدي اغير الفايرنج انجل، لما بغير الفايرنج انجل بده يتغير الفولتج اللي هون وبعدين يصير عندي اوتو. في حين الطريقه الثانيه هلا بنشوفها سكيلر درايف الثاني اللي منتشر الان، انه بثبت الفولتج اللي موجود هلا بحكي عنه وبعدين بغير هون الفولتج والفريكونسي. الفريكونسي واضح كيف بغيرها، بغير السويتشنج. الفولتج كيف بغيره باستعمال بي دبليو ام. بس البي دبليو ام انتوا وين متذكرينه اكثر؟ في الدي سي. اخذناه في الاي سي رح نحكي عنه هلا، رح نحكي كيف نعمل باور تونكس. اذا هذا نوع واحد من السكيل درايف، خلينا نسميه تايب 1 مثلا. تايب 1 هذا اوبسليت لا يستعمل، ما رح نشوف هذا الجهاز، هذا الطريقه هاي غير موجوده الان، بس كانت موجوده تاريخيا هيستوريكلي. نستعمل 6 بلس كنترول ريكتيفاير حتى اغير الدي سي بس لينك، الفولتج هون اغيره وبعدين اعمل انفرجن عليها. فطبعا هذا هو عباره عن اي سي تو دي سي، دي سي تو اي سي. بغير الفايرنج انجل هون بتغير معي الفولتج، وبقدر احسب الفورمولا. في فورمولا متذكرينها؟ جذر الثلاثة في ثلاثة اظن على باي في في فيز ار ام اس او في بيك ار ام اس، بتروح بتعطيني الافرج فولتج اللي موجود هون.
هذا راح يكون في pulses بس بخفف من pulses بوجود كاباسيتر راح يكون هذا في 6 pulse مضبوط. ولما بغير الفارم هاي الشكل الويف فورم هاي راح يبدأ يتغير وبعدين نعمل هون. إذا هذا التايب الأول من غير مستعمل له.